أكد رئيس كتلة تحالف الإصلاح والإعمار صباح الساعدي أن رئيس الوزراء يدعم التواصل مع القوى السياسية. الساعدي قال في مؤتمر صحفي أن هناك خطوات أساسية قامت بها الحكومة تتعلق بالإصلاحات التي رافقت تشكيل الكابينة الوزارية، وكذلك إعداد ورقة العمل الخاصة بالإصلاحات الحكومية والتي وضعها رئيس الوزراء. وأضاف أن هناك ملاحظات طرحتها الهيئة القيادية والنواب على رؤية عبد المهدي تتعلق بالإصلاحات الأمنية والاقتصادية والمصرفية والقطاعات الخدمية. عقدت الهيئة العامة لتحالف الإصلاح والإعمار اجتماعها الرابع وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عادل عبد المهدي، وناقشت مع السيد رئيس مجلس الوزراء الخطوات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الحكومة الذي وضعه السيد رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب عبر الموافق على المنهاج الوزاري في جلسة يوم 24/10/2018. وكانت هناك خطوات أساسية قامت بها الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات التي رافقت تشكيل الحكومة، وكذلك إعداد ورقة العمل الخاصة بالإصلاحات الحكومية والتي وضعها السيد رئيس مجلس الوزراء. كانت هناك ملاحظات أساسية لتحالف الإصلاح والإعمار من خلال هيئته القيادية وهيئته العامة وأعضائه النيابيين فيما يتعلق بما طرحه السيد رئيس مجلس الوزراء، سواء كان فيما يتعلق بالإصلاحات التنفيذية، في الإصلاحات المالية، في الإصلاحات الأمنية، وكذلك في إصلاحات القطاعات الخدمية. هناك نقاط أساسية لا بد من الالتفات إليها. أننا في هذه الاستضافة لرئيس مجلس الوزراء هو نمطية جديدة في التعاطي مع رئيس مجلس الوزراء وحكومته من خلال الدعم والمساندة، ولكن أيضا من خلال المتابعة والمساءلة. ويعتقد أن رئيس مجلس الوزراء اليوم يدعم هذا التوجه، التواصل مع القوى السياسية، التواصل مع الائتلافات الكبيرة التي تشكلت على أساسها الحكومة، أقصد بها تحالف الإصلاح والإعمار وتحالف البناء. على هذا الأساس مضى تحالف الإصلاح والإعمار في جلسته الرابعة للهيئة العامة، وهو اليوم مستمر في ذلك. سيناقش محاور أخرى أساسية تتعلق بقضية أساسية في مجلس النواب متعلقة باللجان النيابية، كذلك التعاطي مع المستجدات السياسية في الساحة العراقية وفي الساحة الإقليمية، خصوصا ما يجري في منطقة الجولان وسوريا، لأننا نعتقد أن العراق لا بد أن يعود مؤثرا في الخارطة الإقليمية والعربية والقضايا المصيرية للوطن العربي.